هذا البرنامج برعاية ترانسفير جالاكسي، سبيس تاون، اسي موبلر، هيل بوب، الشامي سنتر، حلويات طيبة. برحب فيكم مشاهدين طبق وبلد، وطبقنا لليوم بفقرة المسابقات هو العصيدة. العصيدة هو طحين وسمنة وعسل، بيعتبر من أكثر الأكلات الشعبية بالسعودية والسودان واليمن وبلدان عربية تانية. قبل ما نشوف مين ربح معنا من الناس اللي سألناهم بالشارع، خليني أذكركم أنه تعملوا لايك أو تعليق أو شير للحلقة لا ينزل اسمكم بالسحب على تذكرة طيران مقدمة من سبيس تاون. من 7-8 شهور يعني. اها، بس اولادنا هون من 7 سنين 8 سنين تقريبا. كيف تلاقي هون الحياه بسويت؟ والله بشكل عام مقبوله يعني، ما يعني جيده. انا هون صار لي 5 سنين ونص هون بسويت، صار لك 5 سنين ونص. كيف تلاقي الحياه هون؟ انا ممله بالنسبه لي يعني. هيك انا حاسه انك جبتي بندوره، بدك تعملي يا اما بدك تعملي سلطه او تبوله. لا عم بيساوي صفيحه اليوم. ما سمع بالعصيده؟ لا والله مش سامع فيها؟ لا. عصيدة؟ شو ممكن تكون؟ عصيدة؟ 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 ايه. شو هي العصيدة؟ لا ما بعرف. العصيدة؟ ما بعرف. اسم العراق؟ ايه. العصيدة من بلد جنبك؟ كثير بسيط، في أكلة اسمها العصيدة، بدنا نعرف من أي بلد. العصيدة، العصيدة؟ تعرفين العصيدة أنت من ايش؟ من ايش يسووا؟ استنى شوي. سألتك هذيك المرة. سألتيني عن الزعلوكة، قلت لي ايش تعرفي الزعلوكة؟ ايه. مرة هون. جوابك؟ الزعلوكة هو أكل. او عرفت الجواب؟ هو اكل بالبدنجال ولا ايه؟ ايش هو؟ نائل تتذكروا؟ تتذكروا؟ والله يعني ماني سامع فيها، ما بعرف. شو بتتخيل انها تكون؟ اكله اسمها العصيده. عصيده؟ عصيده. انت بتعرف من اي بلد العصيده؟ لا والله. والله بتعرف؟ لا ما بعرف. انت من وين؟ انا من سوريا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. العصيده من بلد عربي. نعم. خليج. إذا ربحتوا معكم بتشتروا كل شيء عندي خضرة، إذا خسرتوا خسرت ماشي نايل. عصيدة يعني مثل أكلة، مثل شيء يعني مضبوط. أكلة من وين هالأكلة؟ صدقي ما عندي فكرة، بس بشكل عام يعني لازم تكون أكلة محلية، يعني ما هي مشهورة كثير مثل الأكلات السورية أو اللبنانية. إيه بس من أي بلد عربي؟ عصيدة. إيه معك جوجل؟ ايه معي جوجل. يلا اكتب العصيده. انا نص فلسطيني نص بصري. تحكي عربي؟ ماشي. نائل شو رايك؟ شو رايك نائل؟ حبيتوا مثلي؟ مشاهدين طبق وبلد حبيتوا مثلي؟ شو هيدا؟ انه الناس عارفوني انه انا فلسطيني. انت بتقصد تلبس هيك لتقول للعالم انا فلسطيني؟ نعم. انت لابس مثلي بس انت ابيض واسود، انا ملون، انا احلى. إسراء كل يوم عم تيجي مشان تشوفك، واليوم الوحيدة اللي ما اجت. إسراء أنا بوجه لك تحية، وأنا اليوم موجودة وشفت بيك وللأسف ما شفتك. مصرية؟ من سوريا؟ ايه. من سوريا؟ دي ولك طلعت علي على جوجل وخسرت. لا 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 لا. وخسرت ومش من مصر. طحين. بعدين بعدين ايه ولا الطحين ما في زعفران؟ خلص مش قدام العالم. بس كثير شاطر. هذه الاستاذه مال العصيده هذه. اه والله انت تطبخيها؟ بلد عربي وبعيده. عصيده سعوديه؟ ايه. قربت؟ ايه. سعوديه. يلا اعطينا. والله ممكن من الاردن يعني او من السعوديه. ايه. ربحان معنا. ربحان معنا. في جائزه وربحت. شلون نطبخها؟ ايه. ونحمس الطحين شويه، مو يصير كل جوزي. ايه. شيء لونه لا جوزي طوخ ولا فاتح. آه. اسمر. يعني بتحمسي الطحين ايه. ليصير اسمر. اي مو هواي شويه. هو بعدين مش هواي شوي. اي ايه. ندير الشكر. ايه. وندير المي وندير الزعفران والهيل
مخوطه شويه من ما يصير ثخينه هو يعني شويه من بيقولوا طعمها كثير طيبه طيبه اي انت ربحت بالله ايه مبروك الف مبروك ربحت معنا من اس ام موبلر اسيمي شرائي بقيمة 500 جرام الف مبروك الله يبارك فيك عقبال الجميع ان شاء الله مبروك للرابح وبننتقل هلا لفقره معلومه البطيخ والرمان هن أكثر الفواكه اللي بتحافظ على نضارة البشرة وبتأخر ظهور التجاعيد ومعالم الشيخوخة على الوجه. البطيخ بيحتوي على مركب مضاد الأكسدة بيساعد الجلد على درء أضرار الأشعة فوق البنفسجية، بينما الرمان بيمنع بروز الخطوط الدقيقة والتجاعيد على الجلد. بونجور، اليوم بدنا نعمل بفتيك اللحمة بعد ما طلعناها من الفريزر ننطرها لشوي يفك عنا التلج. هلا بدنا نعمل الخلطة تبعيته، بدنا منحط زيت زيتون تقريبا 4 ملاعق كبار، منحط 2 ملاعق كبار خل، فينا نستعمل الخل الأحمر وفينا نستعمل الخل الابيض عادي. طبعا بدنا ملح تقريبا معلقه صغيره او اكثر شوي، بهار كمان هيك شي معلقه صغيره، والثوم مثل ما هو نتركه حسب الرغبه. هلا انا ما كثير بحب احط ثوم، في منهم كثير بحبه، بنحطه مثل ما هو ما بنهرسه، نخلطهم كتير كتير منيح مع بعضهم. ومنسكرهم بالسانيتا ومنحطهم بالبراد تقريبا لمدة 4 ساعات. هلا اذا فيكم تعملوها قبل بليلة بيكون كمان كتير منيح، انا رح حطهم لمدة تقريبا 4 ساعات ومنكفي بعدين نشوف كيف منعملهم مزبوط. هلا البفتيك عندي بعد 4 ساعات بحطه على نار ما تكون كتير عالية، بسكر عليه مزبوط بالسميتة، وفيني زبله شوية مي اذا نشف، او في اتركه كل شوي بس بحركه بنتبه عليه ما يحترق. هلا انا هون سكبت البفتيك، اوكي في اخد شوي من المرقة تبعيته مع الثوم اللي فيها الثوم، حطها فوقهم تعطيهم طعمة طيبة. وهوني أنا رح حط السوتي يلي خلص معي وعطلون الذهبي، أنا حطيت له رشة أوريغانو، قلت لكم هيدا كل واحد مثل ما هو بيحب، بس وبيعطي طعم اطيب. وهيك نكون خلصنا، ونحن كمان ناطرين تبعتوا لنا فيديوهات من موائدكم الرمضانيه لننشرها وتشارك بامكانيه الفوز بموبايل سامسونج او تذاكر سفر وهدايا ثانيه باخر حلقه من برنامج طبق وبلد، وبعتوه على الايميل التالي info@alcompass.sa. إجا الوقت نشوف مين الثلاثة اللي ربحوا معنا بحلقة الجمعة والسبت والأحد، وهلأ رح نشوف الكمبيوتر كيف عم يختار أول اسم ربحان معنا، ورح نعمل ستارت، والرابح هو حكيم الشريف. ألف مبروك حكيم، ربحت تذكرة الطيران من سبيس تاون. وكمان معنا اسم تاني لنشوف مين اللي رح يربح معنا ونعمل ستارت، والرابح هو يوسف خميس. يوسف ألف مبروك، ربحت جاكيت من ترانسفير جالاكسي.
كمان معنا اسم ربحان ثالث معنا لليلة وراح نشوف الكمبيوتر مين راح يختار. والرابح الرابح هو وسيم. وسيم ألف مبروك وسيم، ربحت كمان جاكيت من ترانسفير جالاكسي. ألف مبروك لكم كلكم، وبكرة أكيد معنا ربحان جديد. بس ما تنسوا تشاركونا بلايك أو تعليق أو شير لينزل اسمكم ضمن السحب. مشاهدينا أنا بتمنى لكم صيام مقبول وأفطار شهي. هذا البرنامج برعاية ترانسفير جالاكسي، سبيس تاون، اسي موبلر، هيل بوب، الشامي سنتر، حلويات طيبة.